مارتينيز، يوري على الجهة اليسرى ممكن يستلم يوري، ودي كرة عرضية في منتهى الخطورة الرأسية، جول 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 لريال سوسيداد. ويليان جوسي يسجل هدف بضربة رأس رائعة جدا رائعة جدا، وادي امامنا ويليان جوزي. يا سلام يا ويليان، هداف قناص، كانت دورة سباقية في هذه اللقطة من امام اللاعب سيدني، يخطف هذه الكرة بعد عرضية ولا اروع من جانب يوري راحت.